مسؤولية الإنسان المؤمن، مسؤولية الأفراد المؤمنين، المؤسسات الإيمانية أن تعد برامج مما يدفع بالإنسان المؤمن المسلم إلى الطاعة، وينأى به عن المعصية. برامج تفتح آفاق الإيمان أمام القلوب، توقظ النفوس على ما فيه خيرها وهداه، وما فيه خير وهداه لا شك هو طاعة الله عز وجل والإكثار من طاعته والإخلاص في طاعته، وتأخذ بالنفوس بعيدا 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 عن الموبقات، عن الجرائم، عن الخمول، عن الكسل في طاعة الله، عن الشبهات، فضلا عن المحرمات. برامج طاهرة نظيفة نقية ليس فيها حظ للشيطان وموائده مما دخل في أنشطة المؤسسات حتى الإيمانية بدرجة وأخرى.